Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will show you the proper way to do the ulcer examination inshallah today. Okay. In the examination of the ulcer, starting by the inspection. So starting by the three S, site, size, and shape. A site, لازم يحدد the exact location of the ulcer. Then in this case, the ulcer in the sole of the foot, إذا كان في the anterior or the posterior part. بالنسبة للسايز لازم ناخذ ال two dimension of the ulcer عشان نعرف الshape of the size of the ulcer. بالنسبة للshape of the ulcer لازم نعرف هل هو regular or irregular H بالنسبة لنفس الshape. والnumber of the ulcer. If the patient come وجاك مشتكي مثلا من ulcer في the sole of the foot زي دي الكيس لازم نسأله إذا كان عنده another ulcer في الجسم زي برضو هنا this case نشوف إنه في ulcer في التوز. Okay. بعد كده نحدد نفس الألسر نحدد الـ edge والمارجن and floor. Commenting on the edge of the ulcer, في عندنا four type of the edge of the ulcer. في عندنا الـ sloping edge اللي هو غالبا يجيك مع الـ healing ulcer. في الـ punched out اللي هو يكون الـ edge نازل على طول على الـ floor وهذا تلاقيه دائما في التروفيك ulcer. وفي عندنا الـ raised edge اللي هو غالبا مع الـ malignant ulcer زي الـ rodent ulcer اللي هو يكون الـ edge نفسه مرتفع. آخر شيء عندنا undermined edge اللي هو يكون نقدر ندخل تحت ال edge of the ulcer وهذا نلاقيها مع trophic ulcer مع ال thrombotic ulcer. وبالنسبة بعد كده نروح المارجن. المارجن يهمنا نشوف اللي إذا كان فيه redness دي على هذا inflammatory ulcer أو إذا كان pigmented. وبالنسبة لل تكلمنا عن الـ edge وتكلمنا عن المارجن نتكلم عن الـ floor of the edge floor of the ulcer. غالبا نشوف أول شيء إذا كان في granulation أو لا. نشوف الـ color إذا كان مثلا redness دليل على إنه في bleeding أو إذا كان في whiteness معناته هذا في scarring. Then we will go to the palpation. في الـ palpation في ثلاثة أشياء أساسية راح نشوفها ونكومنت عليها. عندنا أول شيء الـ surrounding tissue اللي حوالين الألسر. لازم أول شيء نشوف الـ temperature في الـ surrounding tissue حوالين الألسر ونشوف الـ tenderness. إذا كان في tenderness إذا كان مريض بيعاني من أي tender معناته هذا inflammatory. إذا كان non tender غالبا يكون malignant ألسر. وبعد الـ بعد ما كومنت على الـ surrounding tissue كومنت على نفس الـ edge. الـ edge برضه بريس على الـ edge of the ulcer ونشوف إذا كان هل هو soft, firm or hard. آخر حاجة كومنت عن the base of the ulcer. إذا كان الألسر small إذا كان small ulcer نشوف البيز بأن نضغط على أطراف زي كده ونحرك الألسر ونشوف البيز هل هو firm ولا hard نفس الحكاية. لكن إذا كان big ulcer ما حنقدر نمسكه بطريقة فنحس البيز برضو عن طريق نفس الفلور of the ulcer. أوكي إحنا كده غلقنا examination of the ulcer itself. لكن دحين نسوي examination للسراوندينج ليها اللي هي عندنا الليمف والارتري والفين اند نيرفز. بالنسبة للليمف نود نشوف الريجنال ليمف نود على حسب السايت اوف ذا ألسر نشوف الليمف نود المناسب اللي يكون ريجنال ليها. وبعد كده نشوف الارتريز زي مثلا ان ذا اسكيميك ألسر اذا كانت مثلا في الرجول لازم نشوف الارتريز اللي في كلها في اللي في الفوت. وبعد كده بعد الارتري نشوف الفين زي في حالة الفاريكوسيتي ألسر نحتاج نشوف الفاريكوز فين في الرجول يعني لازم نعرف التايب اوف ذا ألسر. اخر حاجه نشوف السنسيشن اوف ذا ألسر. السنسيشن نستفيد منها في حاله التروفيك ألسر اللي يكون غالبا سببها او يكون دائما تيجي في الدايبيتيك بيشنت. نشوف السنسيشن حوالين الألسر نشوف هل المريض يحس ولا لا عشان هذا يدل على انه عنده مريض تروفيك ألسر او لا. بعد الارتري والفينز والليمف والنيرف نشوف الموفمنت اوف ذا جوينت ريليتد لنفس الألسر. لو كان الألسر مثلا في الانكل لازم نشوف الموفمنت هل هو انفولف للمسلز او الجوينت حقت نفس المكان اللي هو ذا ألسر او لا. In the end of the ulcer examination there is some system related examination we have to do it. For example cardiovascular examination because if the patient come with the heart failure حيكون في نقص في البلد سبلاي مثلا للفوت فممكن يجي المريض بيسكيميك ألسر. ونفس الحكايه لو كان عنده ريسبيراتوري نسوي ريسبيراتوري اكزامينيشن عشان لو كان عنده تي بي ممكن المريض يجي بتيوبر كلاس ألسر.